عن سحر التخاطر وازاي ترسل رسالة لحد بتحبه سواء يعرفك او ما يعرفكش. والنهاردة هتكلم عن ازاي تبعت رسالة لحد انت بتحبه وهو ما يعرفكش، وهل ينفع ان انت تبعتها، مش عارفة معلش بيظبط الالوان، هل ينفع ان انت تبعت لحد رسالة لحد ده انت ما تعرفوش ولا لا؟ السؤال ده سألته كتير جدا، عشان انا عملت فيديو هسيب لكم اللينك بتاعه تحت اسمه سحر التخاطر وازاي تبعت رسالة لحد في اللاوعي. طيب هل انت ينفع تبعت رسالة من عقلك الباطن لحد انت ما تعرفوش؟ السؤال ده تقريبا اتسألته 1000 مرة الثلاث ايام اللي فاتوا. ايوه طبعا ينفع يا جماعة، مش لازم الرسالة اللي انا ببعتها او التخاطر اللي انا بعمله مع حد يبقى حد انا اعرفه او شفته قبل كده، مش قانون ولا مبدأ ولا اي حاجة. طبعا بنسبة 1000000% ودي كلام انا حاسب عليه، ينفع ان انت تبعت رسالة لحد من عقلك الباطن انت ما تعرفوش، او حط عمرك ما قابلته، او تعرفه على السوشيال ميديا، تعرفه على الفيسبوك، تعرفه على الانستجرام، تعرفه في اي مواقع تواصل اجتماعي، عادي جدا والموضوع ابليكابل وبيحصل بمنتهى السهولة، وخطواته زي خطوات التخاطر العادي. الحاجة الوحيدة المهمة ان انت تكون فاكر شكل يعني صورة الشخص ده، يعني تقدر تتخيله كويس، تقدر تتخيل وجودك معاه كويس، تتخيل جسمه، يعني تبقى عارف تفاصيل شكله. مثلا انا هقول لكم على حاجة يعني انا حكيتها قبل كده. في بنت صاحبتي كانت معجبة بلعيب كورة، يعني هي لا معجبة بلعيب كورة عايزة تتجوزه، واللعيب ده ما كانش متجوز، هي عارفة ان هو مش متجوز، كان بيلعب في نادي اسمه نادي المنصورة يعني. المهم فهي كانت دايما تحكي لي ان هي ده واحنا صغيرين على فكره، كانت دايما تحكي لي تقول يا بنتي انا بحبه جدا وبفضل اتصور اتفرج على صور واجمع صور وكده واحطها عندي على الحيطه. كان زمان ماجازينز بقى اللي هو المجلات بقى ايام ما كانش فيه سوشيال ميديا، تدخل على تشتري المجله وتقطع صور اللعيب ده تقعد تحطها على الحيطه، ومامتها كانت تزعلها وكده. المهم تقعد تقول لي كنت اتخيل ان احنا اتخطبنا واتجوزنا، ما كناش لسه اياميها كانت سنه 2000 تقريبا او 2001، ما كناش حتى لسه نعرف يعني ايه قانون جذب ويعني ايه تخاطر، كنا لسه صغيرين جدا. المهم ان صاحبتي دي حصل معاها موقف ان عربيتها عملت حادثة مع الشخص ده، مع لعيب كرة دوت في المنصورة، وعملوا حادثة كبيرة واتخانقوا مع بعض. سوري هو كان نازل يتخانق فلقاها بنت فقالها ايه ده، طب سوري طخطخ، قال لها طب انا هصلح لك عربيتك، وفعلا صلح لها عربيتها واعجب بيها واتجوزوا. البنت دي اسمها آية، فآية دي قدرت انها تعمل من غير ما تاخد بالها تخاطر، قدرت انها تبعت له مسجز من عقلها الباطن لعقله الباطن ان هي بتحبه وان هي معجبة بيه. علشان كده هو اول ما شافها على فكرة قال لها جملة انا فاكراها كويس قوي، قالت لي قال لها على فكرة انا حسيت ان انا عارفك من قبل كده، يعني انا كأني شفتك قبل كده، عارف تفاصيلك قبل كده. فهي لما حكيت لي او لما انا قعدت افتكر الكلام ده تخيلت ان هي فعلا عملت تخاطر صح قوي، هي بعتت له مسجات ان هي بتحبه وان هي نفسها ترتبط بيه، فهو بقى عارفها عارف طريقه تفكيرها، وده تخاطر يا جماعه. مش احيانا كتير جدا بنقابل ناس ونقول لهم ايه ده انا حاسس ان انا قابلتك قبل كده، او انا حاسس ان انا عارفك من قبل كده، لان انت جذبت الشخص ده في احلامك في تخيلاتك. فده اللي انا عايزه اقوله، هل انا ممكن اجذب حد مثلا معجب بيه عن طريق السوشيال ميديا؟ طبعا، وهعمل التخاطر بالظبط، اراجع تاني بطريقه سريعه جدا في فيديو هسيب لكم الفيديو ده اسمه سحر التخاطر. الفيديو ده ادخلوا يا جماعه احفظوه صم، لان هو بيتكلم ازاي تعمل التخاطر. انا هقولها 5 خطوات مبسطه جدا، ركزوا معايا فيها، انا بس هختصر، بس الفيديو تحت ادخلوا شوفوه، هسيب لكم حتى في اول كومنت الفيديو ده هيبقى فيه تفاصيل اكتر. اول حاجه هتعملها في حياتك ان انت هتقعد في مكان هادي، انا بحب الكنبة دي مثلا، تقعد في مكان هادي تسترخي خالص، ترجع راسك لورا، تنام على الكنبة بالعرض زي ما تحب خالص، تسمع ميوزك، تستغفر ربنا، طلع اي طاقة سلبية، طلع اي شك جواك، طلع اي حاجة تضايقك، يعني اي حاجة هتديك شعور سلبي طلعها من دماغك، اي حاجة هتضايقك طلعها من دماغك. انا عايزك تفكر في البوزيتيفيتي بس، تبقى مركز في اللي انت عايزه بس. طيب ايه كمان هتعمله بعد كده؟ يبقى انت هتريلاكس، هتسترخي خالص، هتنسى كل حاجة من دماغك، هتركز في اللي انت عايزه بس. تاني حاجة تاخد شفيق، دايما بقولها كده، شهيق وزفير، يعني تاخد نفس تدخله كده لحد ما بطنك تتميلي كده بقى عندك كرش، بعد كده تطلعه وهكذا، ماشي؟ يعني تاخد تمرين نفس كده لمدة 5 دقايق. اهم حاجة عندي ان انت ما تكونش بتفكر في اي حاجة في حياتك غير ان انت عايز تجذب الشخص ده. تاني حاجة مثلا انا هو كراشة، هتخيل ان انا يعني اتخيل اول حاجة اذا كنت تخيله شاشة بيضاء عشان تبقى شايف نفسك كويس، تخيل صورتك كويس قوي قوي قوي، شكلك بملامحك بالميكب اللي انت بتحطه، لو انت بنت بلف طرحتك، يعني تخيل شكلك بالظبط في احسن صورة ليك.
بعدين او ليك يعني. تخيل ان انت حواليك هاله، عارفين انتوا اشعاع النور كده اللي بيبقى حوالين الشمس، انا عايزاكم تتخيلوا الاشعاع ده. بعد كده هتتخيلوا الشخص اللي انتوا بتحبوه في هاله برضو حواليه، اوكي؟ يعني انت شايفه وشايفك. اول حاجه تشوف نفسك الاول، بعد كده تشوفه، بعد كده عايزاكم تقربوا من بعض لحد ما تبقوا هاله واحده بس. يعني الهاله اللي حواليكوا، الهاله دي راحت والهاله دي راحت، بقوا هاله واحده كبيره. بصوا بقى والله العظيم ركزوا في الكلام ده وهيفرق معاكم جدا. اهم حاجه تبقى انتوا عندكم يقين ان الكلام ده هيحصل. اي حاجه انت عايز تقولها له قولها له. عارف انت منتهى الرومانسيه في الدنيا، تخيل نفسك كده حواليك شموع وورد كده اللي هو المجفف، وبلالين طايره كده، ويعني واكلت الاكله اللي كل حاجه انت بتحبها تخيلها ساعتها. ان انت منتهى، عارفين انتوا المسلسلات التركي اللي بتتفرجوا عليها وقد ايه رومانسيه لما تيجي تقول لحد كلام حلو وكلام وصوتك لطيف وطريقتك لطيفة وشكلك حلو جدا، ان انت تقول له كل المشاعر اللي انت عايز تقولها له وتتخيلها معاه. بس بلاش مسج طويلة، يعني مش انا بحبك وانا اصلا كنت بحبك من زمان وازاي انت ما كنتش واخد بالك مني، لا مش عايزة كده. يعني انا احبك قوي، ويعني تقرب منه براحتك، تحس كده كأنك تخيله بقى الشخص اللي انت معجب بيه بقى قدامك، وهي is very attracted to you. انا عايزة بس الحاجة التانية ان انت لما تقول له مسج، انا عايزك تتخيله بيستقبل المسج وهو مبسوط وهو متقبلك وهو سعيد اكتر منك. يعني انت بتديله طاقة حب، طاقة مشاعر، طاقة احاسيس، وهو بيستقبل الطاقة دي وهو بمنتهى الانبساط وبمنتهى السعادة. يعني هو مبسوط وهو بيسمعك، مبسوط وهو بيسمع منك. فالحاجة دي مهمة جدا يا جماعة، يعني هو انت بتديله حب وهو مبسوط بالحب. مش انا ممكن اروح اقول لحد ان انا معجبة بيه وبحبه وهو اوكي ربنا يوفقك بس انا مش حاسس بحاجه من ناحيتك، ما حسش بكده، لا حس ان هو في اسعد لحظات حياته وهو بيسمع مني الكلام ده، هو كمان مبسوط وبيبين لك ان المسج دي وصلت، وهو كمان يرد عليك ويقول لك وانا كمان اكتر منك. تخيل كل حاجه انت عايزها بينك وبينه، يعني تخيل ان هو بيرد عليك، كل حاجه تخيلها في مخك كانها بتحصل قدامك. بس في حاجه لازم تكون عندك يقين متاكد مليار في الميه ان الحاجه ان الكلام ده هيوصل له، ان المسج دي يعني باذن الله ان شاء الله توصله بنسبه 100%. ما تكونش بتجرب، ما تكونش خايف، ما تكونش مقلق، اي طاقه قلق خوف مش عايزاها. طب ايه كمان يا جماعه؟ الحاجه الثانيه المهمه ان انا عايزاه يرد عليا، يعني يكون هو مبسوط ويقول لك ان هو مبسوط يرد عليك. يعني تخيل في انتر اكشن، يعني طاقه راحه وطاقه رجعه، استقبال وارسال، استقبال وارسال ما بينكم. بس حاول دايما المسجز تكون محددة، تكون صغيرة، اه ممكن تقرب منه براحتك بس الكلام يكون محدد. طيب بعد كده عايزة الاضاءة، يعني الهالة البيضة اللي ما بينكم تبدأ تختفي تختفي وتتفرقوا مع بعض، كأنه عارفين انتوا الفيلم لما بيطلع كده ملاك ويفضل يختفي قدامك، تدريجيا تختفوا تدريجيا. بس اخر التمرين ان انت لازم تحمد ربنا وتشكره على نعمه، لازم تكون مبسوط، لازم يكون متأكد ان شاء الله بإذن الله المسج دي هتوصل واللي انت بتحبه او الشخص اللي انت عايز يعرفك او يحبك او يموت فيك من غير ما تقابله هيعرفك. تخيلوا يا جماعة، خليكم حاطين اية في دماغكم، اية من غير ما تعمل التمرينات دي كلها، عشان هي ما كانتش قلقانة وعلشان هي ما كانتش خايفة، اية صاحبتي قدرت تكتسب لعيب كورة، يعني فاهمين، يعني ده حاجة صعبة على فكرة، عنده معجبات كتير جدا، علشان هي عملته بحب فعلا، مشاعرها كانت صادقة، في مشاعر حقيقية طالعة من ناحيتها، ما كانتش خايفة لان هي طبقته بنسبة 100% صح، تخيلت كل حاجة في عقلها الباطن صح. يعني كل حاجة هتتخيلها هتحصل لك، كل كلمة بتطلع منك هتحصل لك. انا ده اللي عايز اقوله لكم، مفيش حاجة اسمها صدفة في هذه الحياة، مفيش اي حاجة اسمها الصدفة. الصدفة دي خيال، اللي انت بتتخيله واللي انت بتقوله واللي انت بتحسه هو اللي هيحصل. لو تخيلت حاجة سلبية هتجذب حاجة سلبية، لو تخيلت حاجة ايجابية هتجذب حاجة ايجابية، حاجات ايجابية كتير. علشان كده خلي خيالك واسع، تخيل بايجابية، تخيل بحب، ما تقللش من نفسك في التخيل، ما تقولش في حاجة اسمها مستحيل، ده من نعم ربنا علينا يا جماعة ان هو خلى عندنا مفيش. هو ممكن وانت بتتخيل مثلا ان انت بقيت اشهر من محمد صلاح، بقيت لعيب كورة قوي جدا واشهر محمد صلاح، مع كامل تحياتي لمحمد صلاح عشان انا بحبه، هل فجأة كده في خيالك هيطلع واحد يقول لك على فكرة حدودك خلاص اتعدى، ما ينفعش، انت عمرك ما هتبقى احسن محمد صلاح؟ هل بيحصل الكلام ده اطلاقا؟ مفيش حد بيجي يقول لك انا نفسي اتجوز انجلينا جولي، حد يجي يقول لك لا على فكرة دي كانت متجوزة براد بيت، انت مين اصلا مين عشان تبص لك بعد ما كانت متجوزة براد بيت؟ محدش هيقول لك كده. عشان كده براحتك، وسع خيالك، وسع افقك،
براحتك جدا جدا جدا، محدش هيجي يضربك ويقول لك ما تتخيلش ده، انت اخرك هنا، انت مالكش اخر، انت مالكش حدود في الخيال. عايز تتخيل نفسك مع اي حد في الدنيا، تخيل تخيل احلم احلم، تخيل تخيل تخيل. والله انا على فكره ناس كتير بتقعد تقول كتير جدا في الكلام، والله بعيد عشان مصلحتكم، علشان انا بحبكم ونفسي ان انتوا تكونوا احسن، نفسي ان كل المتابعين بتوعي يكونوا بيستفيدوا، لان ده هدفي من القناه. يعني لما انتوا تستفيدوا يبقى انا وصلت المسج بتاعتي والرساله بتاعتي وصلت، وده هدفي من القناه. بعتذر ان انا صوتي مزعج يا جماعه، وبعتذر ان انا بتكلم بسرعه، بس دي طبيعتي، انا رشا وانا هكذا، هذه انا. بشكركم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ودايما اشكروا ربنا، لان سبحانه وتعالى بيقول لك ولو ان شكرتم لازدنكم، عشان احمدوا ربنا. ما تحسوش ان انتم متعلقين بالحاجه، ما تتعلقوش، يعني ما تحسوش ان انتم محتاجين الحاجه اللي انتم عايزينها، ان انتم كل ما تبقوا محتاجينها، يعني ما تحسوش ان انتم محتاجين الحاجه اللي انتم عايزينها، ان انتم كل ما تبقوا محتاجينها، يعني ما تقدروش تستغنوا عنها، كل ما هتبعد عنكم، كل ما تحس ان انتم تناسيتوها، ويعني ما بقتش في دماغكم، يعني لو ما جتلكمش مش هتموتوا، يعني ده بيبقى افضل لكم. بشوفكم في فيديو تاني، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وكمان تعملوا شير للفيديو، علشان انا محتاجه ان انا اكبر القناه بتاعتي بجد، وعايزه اتنافس مع ده حلمي بقى اللي انا بجذبه، اتنافس مع ام بي سي مصر واكسيدت، هي وسي بي سي ودي ام سي وقنوات كثيره كبيره، انا عايزه انا نمبر 1 في مصر. فمتنسوش تعملوا شير للفيديو وتشتركوا في القناه، وكمان تقولوا لي تعليقكم، احكوا لي واسالوا، قولوا لي هل انتوا قدرتوا قبل كده تجذبوا حاجه من غير ما تاخدوا بالكم زي صاحبتي ايه؟ احكوا لي قصصكم. انا اسمي رشا مراد، اعملوا لي فولو على احكوا لي قصصكم. انا اسمي رشا مراد، اعملوا لي فولو على الانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام، اعملوا لي فولو على الفيسبوك. وكمان انا بدات اعمل بوست كده، فيه حاجه اسمها كوميونتي موجوده في البيج، دايما تدخلوا عليها تلاقوا فيه بوستات جديده وصور جديده، عشان نبقى كوميونيكيت مع بعض احسن. بشكركم واشوفكم في فيديو تاني، وبحبكم جدا جدا، ما تنسوش تقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين. احلى جمهور، شكرا، مع السلامه.